Inshallah, tunakusanyika hapa katika hauli ya almarhum shekhe wetu Alhabib Muhammad Mustwafa bin Numay. Hauli kama hii ambao kwamba نعم السلام عليكم. التليفون هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عفوا كدوغو كوانا شيلة تقنية كدوغو. عفوا شكرا كوسانيكا كوسوما حولي الحبيب محمد مصطفى بن نمي. Kwa kwamba huandaliwa kila mwaka na wanafunzi wake. Insha Allah Taala tutaanza ratiba yetu kwa kusitiliwa Fatiha na Alhabib baka Alhabib Alhabib Mustafa bin Umay, tutaitiliwa Fatiha alafu tutaanza kusoma Yasin, na ratiba yetu tutasoma Maulid ya Barzanji. Insha Allah Taala na kasida mbili, kisha tutakuwa na makalamu kama kawaida. Baada yake tutapata kuelezewa manaqib ya Alhabib na kupata kalima kutokamana na wale wageni ambao kwamba tutakuwa kwa nao. Insha Allah Taala Fatiha itatiwa na Alhabib Mustwafa bin Numay. Baada yake tutaongoza kusoma sura ya Yasin na Ustadh Isa Ibrahim atatuongoza katika kusoma Yasin. Baada yake Said Abdullah Al-Warith atatuanzia ya Rabbi Salli. Kwa hivyo tutaenda ratiba hiyo na mengine tutaelezana insha Allah Taala. تفضل الحبيب مصطفى ابو نمي فتفاتح حبيب ان شاء الله. السلام عليكم. الفاتحه بالفتوح والمنون والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبه النصوح صلاح الشام ظاهر وباطن والتوفيق والهدايه والرعايه، وأن الله يفتح بخير ويختم بخير ويجعلنا وإياكم من أهل الخير على هذه النية، وأن الله يعطي كل سائل ما سأل وكل أم ما أمل في خيرات الدنيا والآخرة، وأن الله يغفر جميع ودينا ووالديك وجميع المسلمين والخاصة محمد مصطفى منصور لهذه الحضرة الشريفة وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يشعرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا مسنكم. أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ولم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض ميتت وحيناها وخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون. آية لهم الليل نسلخ منه النهار تجري لمستقر لهذا لتقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في فلك مشحون وخلقنا لهم بمثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. إلا رحمة منا متاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخسرون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين يحضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب الرحيم. سلام قولا من رب الرحيم. سلام قولا من رب الرحيم. امتاز اليوم أيها المجرمون. ألم أعد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين.
لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا أهلنا أولادنا كل شيء نعطيتنا اللهم اجعلنا إياهم في حفظك وكنفك وجوارك من كل شيطان مريض جبار عنيد ذي عين نبي بغن ذي حسد نبي أذى ومن شر كل ذي شر إنك يا مولانا على كل شيء قدير اللهم جملنا إياهم بالعافية السلامة كنا بالتقوى الاستقامة عدنا من موجبات الندامة في الحال المال إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا المشايخنا المعلمين وبلغ علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولمن أوصينا ولمن أحسن لنا ولمن أحسن إليه ولجميع المسلمين المسلمات المؤمنات برحمتك أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ورزقنا كمال متابعة له الظاهرة وباطنة في عافية السلام برحمتك يا أرحم الراحمين سيد عبد الله الوريث تفضل. سيد عبد الله شيخ عبد الوريث بسم الله فاتوكسكي شريف بدنا انا صوم لكن فاتوكسكي الو نعم انا اسكي يا ساي نعم بسم الله شريف الوريث تقدسوا يا ربي صلي بسم الله مانزو يا ربي صلي اوه الوريث سيو نعم كنس نعم نسيدي ماشي داقاني نظام يا خون ريس عيسى نعم حبيب انت ليه يا حبيب تفضل انا كده اقول شريف يا ربي صلي بسم الله صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا
ربي صل على محمد يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي وارضى عن الصحابة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي وارضى عن السلالة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي وارضى عن المشايخ. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي وارحمنا جميعا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي واغفر لكل مذنب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي لا تقطع رجانا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي يا سامع دعانا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي بلغنا نزوره. يا ربي صل على يا ربي صل على محمد يا ربي تغشانا بنوره. يا ربي صل على يا ربي صل على محمد يا ربي واسكننا جناناك. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي وارزقنا الشهادة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي نختم بالمشفى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العليا صلى الله عليه. مقتدرا قيد البركات على كله وأولاه صلى الله عليه. وأثني بحمد الموارده سائغة هنية ممتثلا من الشكر الجميل مثايا. وأصلي وأسلم على النور الموصول التقدم والأولية صلى الله عليه. كريمة والجباه صلى الله عليه. فأستمع الله تعالى رضوانا يخص العترة الطاهرة النبوية صلى الله عليه. ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه صلى الله عليه. ويستنبت به
هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية صلى الله عليه في خطة الخطأ وخطاه صلى الله عليه أنشر من قصة المولد النبوي برودا إحسان بعد قرية صلى الله عليه ناظما من النسب الشريف عقدا تحل المسامع بحلا صلى الله عليه وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية صلى الله عليه فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم ويبارك عليه. تعدنا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله عليه. وبعد فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمدت خصاله السنية صلى الله عليه ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه غيرة الذي ينتمى الارتقاء لعلياه صلى الله عليه ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاسيه في بلاد قلاعة القصية صلى الله إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حما صلى الله ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن الوي بن غالب بن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القريشية صلى الله وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضى اللهم صل وسلم على آله ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية صلى الله عليه وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه اللهم صل وسلم عليه وعلى آله ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية صلى الله عليه ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه اللهم صل وسلم عليه وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية صلى الله عليه إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتماه ومنتهاه اللهم صل وسلم عليه فأعظم به من عقد تألقت كواكبه الدرية صلى الله عليه وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى اللهم صل وسلم على محمد تحسب العلا بحلاه قلدتها نجومها الجوزاء حبذا عقد سودد وفخار أنت فيه اليتيمة العسماء الله علي وعلى آله وأكرم به من نسب طهره الله تعالى من صفاح الجاهلية صلى الله
أوردنا الزين العراقي وارده في مورد الهني ورواه. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. حفظ الإله كرامة لمحمد آباه الأمجاد صونا لاسمه، تركوا السفاح فلم يصبهم معاره من آدم وإلى أبيه وأمه، سرات سرى نور النبوة في أسارير قررهم البهية. صلى الله عليه. بدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله. عطر الله كريم بعرف شدي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله. شيخ عيسى، استاذ عيسى. يا رب صلى دائما وسلم يا الله على المكرم شيل الله ما زمزم الهادي وما ترنم. يا الله يا الله شيل الأظلام شيل الله أرجو إلهي من الكرام والأفضال. يا الله يا الله على الموالي شيل الله على قلبي سني الأحوال. يا الله يا الله من عادي شيل الله رب السلام إنا سلم. يا الله على المكرم شيل الله ما زمزم وما ترنم. يا الله في الليل أظلام شيل الله مما منح اوتاده والابدال. يا الله شيء لله وهو اها واطواده والاقطب. يا الله نعم الرجال شيء لله الرب سلم وسلم. يا الله على المكرم شيء لله ما زمزم الحادي وما ترنم. يا الله ليل الأضلاع شيل الله. يا الله بذر من محبة الله. يا الله تحيي الفؤاد شيل الله أفنى بها عن كل ما سوى الله. الله يا الله بين العباد شيل الله يا رب صل دائما وسلم يا لله على المكرم على المكرم شيء لله ما زمزم الحادي وما ترنم. يا الله في ليل أظلام شيء لله واعلم بأن الخير كله أجمع. يا الله إن كنت تسمع شيء لله ضمن اتباعك للنبي المشفع. يا الله الباب فاقرع شيء لله يا رب صلى دائما وسلم على المكرم شيل الله ما زمزم الحادي وما ترنم في الليل الأظلام شيل الله
صلى عليه الله ما تشعشع يا الله في كل مطلع شيء لا فجر وما سالت عيون الأشعب يا الله منها تفرع شيء لله رب صلى دائما وسلم على المكرم شيء لله ما زمزم الحادي وما درنا لا يا الله شير الله بارك عليه وعلى آله اسمه مولدي عبد الرحيم عبد الرحيم نعم لبيك عبد الرحيم تفضل انميوت وين اللي بنغوتات بسم الله انميوت سيو يا حبيبي وين تكيا نعم المعاد وسكي عبد الرحيم لله يا حبيبي اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية صلى الله عليه وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعنى اللهم صل وسلم عليه وعلى آله نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية صلى الله عليه وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى اللهم وسلم عليه وعلى في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية صلى الله عليه وصبا كل صب لهبوب نسيم صبا اللهم صل وسلم عليه وعلى وكسيت الأرض بعد طول جذبها من النبات حلالا سندسيا صلى الله عليه وأينعت الثمار وأدنى الشجر للجاني جنى اللهم صل وسلم عليه وعلى آله ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية صلى الله عليه وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية صلى الله عليه واحتست العوالم من السرور كأس حمية اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وبشرت الجن بأضلال زمنه وانتهكت الكهنة ورهبت الرهبانية صلى الله عليه ولهج بخبره كل حبر خبير وفي حلى حسنه اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأوتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية صلى الله عليه وسميه إذا وضعته محمدا لأنه ستحمد عقبا عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم
اللهم صل وسلم وبارك عليه. هذا حمزة. الله 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 نتوسل بالنبي النور وابن طه أحمد المشهور الله 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 توسل بالنبي النور وابن طه أحمد المشهور يا كريم الجود يا منان يا جزيل الفضل والإحسان أملي قلبي بالصفا والنور بابن طه أحمد المشهور الله 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 نتوسل بالنبي النور وابن طه أحمد رب سهل كل ما رمنا وأعطنا الخيرات والحسنى رب واجعل وقتنا مسرور بابن طه أحمد المشهور قد توسلنا بخير الناس وابن علوي القطب والعطاس والولي ذخرنا المشهور ابن طه أحمد المشهور الله 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 نتوسل بالنبي النور ابن طه أحمد المشهور سيدي أحمد عظيم الشان معدن الأسرار والعرفان فيضه ما بيننا موفور ابن طه أحمد المشهور الله 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 نتوسل بالنبي النور ابن طه أحمد المشهور كان فينا بدرنا الساطع وكسانا علمه النافع وبعين المصطفى منظور ابن طه أحمد المشهور الله 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 نتوسع
قبل طه أحمد المشهور كم روينا عنه من علوم وشربنا كأسه المختوم أمرنا طول المدى ميسور بابن طه أحمد المشهور الله 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 لا توسل بالنبي النور وابن طه أحمد المشهور طيب الأفعال والأخلاق علمه قد عام في الآفاق في جميع بلداننا مشهور ابن طه أحمد المشهور الله 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 نتوسل بالنبي النور وابن طه أحمد المشهور سره يسري لأولاده ولأصباطه وأحفاده ومحبيه الأولى في الدور ابن طه أحمد المشهور الله 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 نتوسل بالنبي النور وابن طه أحمد المشهور حبه قد حل في قلبي إن هذا الفضل من ربي سره في مهجتي مستور ابن طه أحمد المشهور الله 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 نتوسل بالنبي النور ابن طه أحمد المشهور يا حبيبي قم بنا بادر حاجة في النفس والخاطر هيا هيا أحمد المشهور ابن طه أحمد المشهور الله 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 نتوسل بالنبي النور وابن طه أحمد المشهور رب تنفعنا ببركاته أعطنا من سر نفحاته وأعطنا من حظه الصور ابن طه أحمد المشهور ثم صلى الله على المحبوب من به يحصد المطلوب كل ذنبه مغفور بابن طه أحمد المشهور الله الله وصحابه
ثم أتباعه وأحزابه عد مزائر أتى بيزور ابن طه أحمد المشهور. الله 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 نتوسل بالنبي النور ابن طه أحمد المشهور. ما شاء الله تبارك الله. أبي عمران بسم الله شكرا وبارك عليه. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية صلى الله عليه توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية صلى الله عليه ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سكمه وشكوى اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية صلى الله عليه وآن للزمان أن ينجلي عنه صدى اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية صلى الله عليه وأخذها المخاذ فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلى له سنا صلى الله على محمد. ظل يا عمران انا احسن عايز اكم صلى محمد الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأيناه
رسول الله. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلاة الله عليك. أنت شمس، أنت بدر، أنت نور فوق نوري، أنت إكسير وغالي يا رسول الله، أنت مصباح الصدور. يا نبي سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. يا حبيبي يا محمد، يا عروس خافقين، يا مؤيد يا ممجد، يا رسول الله يا إمام القبلتين. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. من رأى وجهك يا سعد، يا كريم الوالدين، حوضك الصافي المبرد يا رسول الله، وردنا يوم النشور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. ليس أزكى منك أصلا، الله قدت يا جد الحسين، يا الله رب فاغفر لي ذنوبي، يا الله بركة الهادي محمد، يا الله فعليك الله صلى دائما طول الدهور، يا الله رب ذنوبي، يا الله بركة الهادي محمد، يا الله
يا ولي الحسنات يا الله يا رفيع الدرجات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله بركات الهادي محمد يا الله كفر عنا يا ذنوبا يا الله واغفر عنا السيئات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله أنت غفار الخطايا والذنوب الموبقات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله بركات الهادي محمد يا الله أنت ستار المساوي يا الله ومقيل العثرات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله بركات الهادي محمد يا الله عالم السر وعالم السر وأخفى يا الله مستجيب الدعوات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله بركات الهادي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا وامحو عنا السيئات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله بركات الهادي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله بركات الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه سيد عبد الله الوريث سيد عبد الله نشيده بسم الله سيد عبد الله نسكيه ان شاء الله عبد الله صوتي اقوى يسكيكي ايه فونز بنجيني هذا شيء ده ايه فونز حبيب أحسن مرحبا 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 مسكية نعم تقسكية حبيب تقسكية أحسن. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم إن قيل زرتم بما رجعتم يا سيد الرسل ما نقول قلوا رجعنا بكل خير اجتمع الفر والوصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل علي وسلم فيا ليالي الرضا علينا عودي أخضر منك عودي عودي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجود
سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل علي وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل علي وسلم عدي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود ثم الصلاة على نبينا وآله الركع السجود اللهم صل على محمد يا رب صل علي وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل علي وسلم حبيبكم صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. سيد عبد الله الوريث عبد الله هذا سكوسكي يا حبيب عفوا انسان ان شاء الله تسكتك قوة hatukuweza kupata na shida kutoka Sheikh Abdullah lakini inshallah thawabu zake na kuchangia wake huko inshallah taala. Sasa tumefika wakati wa kupata kalima kutoka kuelezea manaqib na Dr. Yaqub inshallah mwanzo kisha baada yake tutapata kalima kutoka kwa Abak al-Habib baada yake inshallah taala. Ustadh Yaqub هذا يعقوب أحمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيكو كاكو حبيب سيدي ما شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد آله. وصلتم فاجتمعتم واتصلتم كان الوصل فائدة الوصول. نزلتم في منازلنا فزادت بكم شرفا تضاعف بالنزول ألا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا نسل طه والبتول سألت الله يكرمكم جميعا وكل الوافدين بكل سول يقول الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا الحمد لله الحمد لله ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كفأتموه أو كما قال صلى الله عليه وسلم وبنزي وزيوانغو لبزانغو وعلموزانغو تنفراحة ودمويكا كتك مهالا كما هابا إلي كمكمبوكا لزيويتو كبنزيتيتو الناي سيمنجين الحبيب محمد بن مصطفى بن عبدي أبو مير مقام كما هيا سي أداب قنقومين كزنقوم زمانا وزيويت وكوهابا وعلموزيت وكوهابا نا
ndugu zetu wakubwa zetu wako hapa lakini kwa ruhusa yao na kwa dua zao nataka kutabaruku tu kuzungumza kisa kimoja tu katika makao katika manaqib al-habib Muhammad Mustafa bin Ali Abu Numay al-habib alikuwa ni mtu akipenda sana watu wema na alikuwa na mafungamano makubwa na watu wema mpaka akawa anawaona katika ahwal ambazo kwamba si za kawaida asimulia yeye mwenyewe kisa ambacho kwamba kilitokezea katika ndoto katika mwezi mtukufu wa Ramadhani asema katika usiku wa tarehe 26 Ramadhani mwaka wa 1413 asema aliota ndoto na katika ndoto ile asema aliona kama yuko katika yuko Lamu na alipokuwa Lamu asema aliota yuko katika Masjid Riyadh Masjid Riyadh ni msikiti sote tufahamu na katika ndoto kama ile asema msikiti kama huu ulikuwa katika pambo ambalo kwamba silo la kawaida ambalo kwamba ni msikiti wa sasa asema aliona ni msikiti ule wa zamani wakati wa Habib Saleh bin Ali Jamalul Layl asema akaingia msikitini akaingia na maktaba ndani ya msikiti kuna maktaba ndogo ndani ya msikiti akaingia kule ndani na akaona yaliomo baada kutoka katika maktaba kama ile akaenda sehemu ambayo kwamba Alhabib Swale alikuwa amekaa na sehemu ambayo kwamba Alhabib Swale alikuwa amekaa ni sehemu ambayo kwamba lile kubwa lipo lile akamwona Alhabib Swale amekaa kwenye huu msala akamwendea katika kumwendea akaona pambizoni mwake kuna jamaa wa kiamu na wale jamaa ambao kwamba walikuwa kisuhubiana na Habib Sana na alipotaka kumkurubia kabla kwenda kumwamkua asema kikaribia tu Alhabib Sana akamjeukia akasema akatia Fatiha akaratib akasema al-Fatiha ila hadrat an-nabi na baada hapo akaanza kumpatia kalima asema hakuyataja yale maneno ambayo kwamba Habib Swale alimpatia lakini asema nilifahamu maneno kama yale yalikuwa ni maneno ambayo kwamba yompatia yeye nasiha na kumwambia subiri katika zama hizi zama ambazo kwamba ni zama za shida zama za fitna kisha Habib Swale akamwambia nimetembea adad nimetembea Hadhramaut na nimekusanya na nimekuja na zawadi kutoka kwa mababu zako na moja wapo wa zawadi nimetoka nayo kutoka kwa Alhabib Ahmad na nimetukua na hizi hapa nakupa akamrushia kile ambacho kwamba alichokuwa nacho akamwambia hizi zawadi zako baada ya kumrushia zile zawadi Alhabib akazipokea kisha akamwambia wajua yote haya wayajua yote haya ambayo umeyakusanya umeyapata basi Alhabib Swale pale akamwambia ndo mwanangu karibu songea karibu yangu nataka kukutemea mate akamwambia Alhabib fungua kanwa lako nataka kuona ulimi wako Alhabib akakaribia akafungua kanwa na Alhabib Swale akamtemea mara tatu
pale pale Alhabib usingizini akashtuka, akiamka asema nimeamka katika usingizi na nasikia athari yale mate ambayo kwamba nilikuwa nimetemewa ndani ya usingizi. Sote tumjua Habib Swale na makama ambayo kwamba aliyapata na mafungamano yake na Alhabib Ali bin Muhammad Alhabshi. Tuambiwa Alhabib Swale alipata bishara kubwa, bishara ambayo kwamba nala al-hail bighairi kail, na alikuwa ni khalifa wa Alhabib Ali bin Muhammad Alhabshi. Basi haya ndio aliyoyapata kutoka kwa Alhabib Saleh bin Alawi Jamalullah. Na visa kama hivi viko vingi, na sipendi kurefusha maana sababu ya wakati, na wazee wetu wako hapa watatupa zaidi na wamjua Alhabib zaidi kutuliko sisi. Sisi tumempata akhirul umra, wao wamemjua kuanzia utotoni mpaka mwisho wa umri wake. Basi sitorefusha, bali nitamuomba kabla ya Alhabib Mustwafa bin Alwa bin Numay kuzungumza, nitaka kumuomba Alhabib Saleh Al-Ahdal kama yuko atupe kalima kidogo, kisha tumpatie Alhabib Mustwafa bin Alwa bin Numay naye azungumze. Walafu mungu. Naam, shukran jazakallahu khair. Said Saleh siju kama yuko, sijamuona jina lake, siju pengine kama yuko jina lingine. Said Saleh Al-Ahdal. Kama yuko tafadhali ji unmute, sidhani kama yuko. Shukran jazakallahu khair. Inshallah tupatilize wakati babaka Alhabib, Alhabib Mustwafa bin Numay. Sasa inshallah ni wakati sisi kusikiza wewe. Tukushukuru sana kutupatia nafasi kama hii sisi wanafunzi na wanafunzi wake na vipenzi wake ambao kwamba tumekusanyika hapa. Tuomba kukusikia wewe ambaye kwamba ndio umemzaa, ndio umjua zaidi, ndio umemlea, umemsomesha. Kwa hivyo tueleze nasaha na yote ambayo kwamba Mungu atakufungulia subhanahu wa ta'ala. Tuko hapa kusikiza wewe. Shukran jazakallahu khair, tafadhali mashkura majura. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففوز بعلم تعيش حيا أبدا والناس موتى وأهل العلم أحياء. وقريكين أكفوا لين كل الأخير منو فاني مبوكا مهايا كلا مواكا نا كلا سيكو كم كمبوكا محلمين محمد الله يغفر له ورحمه هون دو حايا اللو سيما الناس موتى وأهل العلم أحياء. من باب الوفاء بسمع الأخ قبل كدوغو باب الوفاء. من أسدى إليكم معروفا فكافئوه. فهاي من فاني يوتني مكافأة منهم فانية يي سيد وعلم وينو نشيخ وينو بقى وكاتيو وساسة الحمد لله يي كثوما بقى كلاس يقومي أكنا ديكي بروا كلام باب من هاتش سكولي نكوين كثوما غانا قصيد محمد البيض. Nikambia بسم الله توكل akawaacha madrasa akaenda kusoma kwa Sheikh Muhammad Al-Bidh. Baada ya miaka miwili akanambia akaenda Hadhramaut Saudi, akarudi akamwambia atakwenda Hadhramaut ndio akasome Tarimu. Akaenda Tarimu kakaa kule akasoma muda wa miaka 4, Mungu akamfungulia la kumfungulia kila laheri. Akarudi tena akaanza kufanya da'wa ila Allah subhanahu wa ta'ala
nakafungua madrasa yake ya Sayyidina Al-Faqih Muqaddam ambaye aliita kwanza madrasa tu Al-Bahalawi. Alipokuja Habib Umar bin Hafidh akamwambia usiweke jina la Halawi hili lina mashaka, ite jina la Daril Madrasa tu Al-Faqih Muqaddam. Kwa hivyo jina la madrasa Muqaddam alilipa ni Habib Umar bin Hafidh. Naam, yeye mashaallah kama mnavyomjua nyinyi na kaleleka pamoja na nyinyi na kawa anafanya darasa zake nyumbani, na aliniambia kuwa ana wanafunzi anawafanyia darasa baada ya isha ambao nakuoneni ndio nyinyi, na hii ni babil wafa, na nafurahi sana mnaofanya na kusoma na kuendelea kukusanyika pamoja. Nilikuoneni kabla ya miaka miwili kama alivyosema al-Imam Shafi, al-ilmu ilman ilmu al-fiqh lil-adyani wa ilmu al-tibbi lil-abdani. Na mashaallah nimekuoneni kuna waliosoma madaktari wako muhandisi wako mashaallah, Mungu akubarikini. Hizi ndio ilmu, mradi ilmu ni ilmu, lakini kitu kimoja nataka inshallah tuendelee pamoja asomeshana pamoja, musome katika kitabu cha fiqh. Wasia wangu alinambia daktur, kama tunataka kilima wasia kwako, kama wasia wangu iwe muendelee vile vile, mtafute katika wiki moja siku na wakati, uwe kila wiki iwe mara moja, katika wiki siku moja na hiyo wakati mmoja, ambao nyote mtafikiana msome, mwende mkae msome al-fiqh. Fiqh ni ilmu ya sharia ya kujua ibadat, na watu wengine wengi kwa hawajui, lazima mtu anasoma dini na ibadat. Na kitabu ambacho mtaka mtafute, ikiwa mmoja katika nyinyi ana uwezo anafahamu, mtasomeshana wenyewe kwa wenyewe, la tafute shekhi ambayo mwe mnakwenda naye na mnasoma naye. Na kitabu ni hichi Minhajil Qawim Isna bin Hajar Sharh ya Muqaddimat Hadramiyya, kinapatikana hichi kila mahala. Barakallahu fikum wa iyyakum inshallah. Kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, abakum thalatha, aba zenu ni watatu. Babako aliyekuzaa, babako aliyekuozesha binti yake, babako aliyekusomesha ilmu, wa huwa afdaluhum, aye ndio baba yenu vile vile. Baada mimi nimezaa, lakini nyinyi kwa kusomesheni ilmu na mepata faida, jazakumullah khair. Nataka muendelee daima na ilmu hiyo, na ilmu alisema mami Shafi, al-ilm min al-mahdi ila al-lahd, tuko unapozaliwa na unasoma mpaka unakufa. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min 'alaq, iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama al-insana min al-qalam, 'allama ma lam ya'lam subhanahu wa ta'ala. Fa wasia wangu ndio huo, mchukue ilmu, msome katika fiqh, na mtafute siku moja ambayo mtaweza kukusanyika nani. Na alipofariki nilikwenda kule sokoni kunakoza makanga, sijui kuna mshastao jina lake, nikamkuta mzee mmoja Myamani, nikajulishwa naye, ananiambia mimi jana nimehudhuri ya maziko yalikuwa makubwa, kuna watu walinambia huyu mjukuu al-Haddari, anasema ile mzee Yamani, anasema nimjibu mtu aliniambia, naambia sio kwa ajili ya mjukuu al-Haddari, kwa ajili yake yeye mwenyewe. Alikuwa mtoto wa baraka, mtoto wa adabu, akipita hapa sokoni lazima nisalimie, nisemeshe na watu wote, ndio maana kawa jamaa kubwa kama ile. Mashaallah, tumefurahi sana na kuwa pamoja na nyinyi, na inshallah kila mwaka mtaendelea kwa uzuri. Barakallahu fikum, huo ndio wasia wangu mimi, nakwambieni msome na fahamati inshallah. Na nakwambia katika mabiati, fafuz fafuz bi ilmin, yani nakira si maarifa, fufuz bi ilmi, yani ilmu yote, ikiwa daktari, ikiwa hisni, ikiwa muhandis, ikiwa biology, ai ilmu, yani uwe mradi usome una ilmu. Lakini katika ilmu zote hizi lazima
urejee katika ilmu za ibada ambazo wewe unakwenda kumwabudu Mwenyezi Mungu, na muhimu ndio hiyo, kusoma ilmu ya fiqhi utapata kujua kutawadha. Mimi nafsi yangu nimeona kwa macho yangu, kuna mtu anatawadha kazini, kaposha uso, kapasha uso na kichwa, akaposha mikono, akakosha na miguu. Nikamuuliza, mbona ukukosha ukupaka uso kichwani? Kataa amefanya, mpesha kuona, kataa nakosha uso na kichwa. Nikamwambia, unafanya makosa hayo. Kanambia, babangu anafanya hivi. Nikamwambia, usimsingizie babako uongo. Siku ya pili akanijia, akanambia, bwana kweli mimi nimekosa. Babangu amemwambia kama la, kwanza nakosha uso, halafu nakosha mkono, halafu kichwa. Unaona? Mtu kishaoa, kishakuwa na watoto, hajui namna ya kutawadha. Kwa hivyo ilmu al-fiqh ni muhimu, msome na nyinyi tumesha watoto wenu wote, na haya ni yanatosha kifaya kwa kunish na lakha daktor kanambia tupe maneno na wasia, na uwasia wangu nakupe inshallah taala, Mungu atufungulieni kula la khairi na ibada na tawfiq. Tawfiq ni jambo kubwa, bitawfiq ni bara mkuu. Hidayah ziko namna nyingi, hidayah ihlal na hidayah tawfiq. Hidayah ihlal aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Qur'an sahihi inaitwa hidayah al-idlal, innaka la tahdi man ahbabta, hiyo al-idlal. Halafu baada idlal kunakuja hidayah tawfiq. Hidayah tawfiq ni kufanya ibada. Unakwenda mahala bwana, nda kwenda mara mambe tayari, anakwambia bwana mambe tayari, nenda hivi, nenda Salim Road, utakwenda moja kwa moja, utafika hivi, inshallah. Kisha hii inaitwa hidayah al-idlal. Lakini hidayah tawfiq akakuchukua ukaenda ukapita ile njia akakufisha paka mahala pale, ndio hiyo inaitwa hidayah tawfiq. Kwa hivyo hakuna kitu kama tawfiq min Allah Ta'ala. Tuombe tawfiq, Mwenyezi Mungu atupe tawfiq fi kulli shay, na tupe na hidayah. وَإِذَا حَلَّتِ الْهِدَايَةُ قَلْبًا نَشِطَتِ الْعِبَادَةِ أَعْضَاؤُهُ. وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. ياكم يا جماعة والعفو منكم. شكرا إن شاء الله على المدينة الدعاء الحبيب صاح نسي حياك صحياك سنزوري نيكت كامباو والكوا وزيواك محمد بعد وقت وزي الحداد مقامبير mgamrehemu Dari, mgamrehemu bin Ismail na Sharif Taha, mgu wampe afya salama husnul khatima inshallah ala hadhihi wa tasaliha wa ila hadratin nabiy Fatiha sallallahu alaihi wasallam. Bismillahir rahmanir rahim. Ya kana abudu ya kana astaghfiru alhamdulillah rabbil alamin. Barakallahu fikum. Shukran habib, jazakallahu khair. Tunakubali wasia inshallah taala. Mola tujalie tawfiki ya kufanya kazi wasia kama huo mtukufu. Na shukran kwa nasiha zako ulizotupatia. Allah subhanahu wa ta'ala jaze khairi na umri mrefu na siha na afya insha Allah. Naam. Said Abdullah Warith. Ndio kama sasa usikika au kama toka mwingine tena. Abdullah. Afwan, nafikiri leo utakuwa umejaliwa kusikiza tu. Afwan, jazakallahu khair. Inshallah taala sasa tumefika katika kusoma dua ya Maulid. Inshallah taala tutie nia zetu. Kuna Saidi Adarus Muhsin hapa, tamwomba tusomee dua inshallah ya Maulid. Saidi Adarus Muhsin, inshallah kama uko karibu, tukuomba tusomee dua ya Maulid inshallah taala. Inshallah tutenia, kuna watu ambao kwamba ni wagonjwa wameomba dua, kuna watu ambao kwamba ndugu zetu kina Sheikh Hassan Shaaban wa Kongo, na wengine ambao tuma mashallah Sheikh Yusuf Naufal, Said Omar Ahdal, Ahmed Hussein Sharif kutoka London na Muhammad Abanur, na wote ambao kwamba tuwashukuru kila mmoja aliyohudhuria hapa. Inshallah tusome dua sasa. Said Adarus Muhsin, sio kama anisikia.
inshallah tutasoma dua ya maulid ili tupate kuhitimisha inshallah jalsa yetu. Naam. Assalamu alaykum. Salaam alaykum. صلى الله على محمد الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا باسط اليدين بالعطية الله. يا من إذا رفعت إليك كف العبد كفى يا الله يا من استند الهلام إلى قدرته القيومية يا الله أرشد بفضله أرشده واستهدى يا الله نسألك اللهم بأنوارك القدسية يا الله التي أزاحت من ظلمات الشك دجى يا الله ونتوسل إليك بشرف مقام الذات العلية يا الله ومن هو آخر الأنبياء بصورته وأول بمعنى يا الله يا من استند الآلام إلى قدرته القيومية وارشد بفضله من استرشده واستهدى نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات الشك دجى ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بصورته وأولهم بمعنى ها ماذا سنعجل وبي آله كواكب أمن البرية وسفينة السلامة والنجاة وبي أصحابه أولي الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله وبحملة شريعته أولي المناقب والخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله أن توفقنا في الأقوال والأعمال لإخلاص النية وتنيح لكل من الحاضرين والغائبين مطلبه ومناه وتخلصنا من أسر الشهوات والأدواء القلبية وتحقق لنا من الآمال ما بك ظننا وتكفينا كل مذل همة وبلية ولا تجعلنا ممن أهواه هواه آمين لنا من حسن اليقين قطوفا دانية جنية وتمحو عنا كل ذنب جنينا وتمحو عنا كل ذنب جنينا وتمحو عنا كل ذنب جنينا آمين وتستر لكل منا عيبه وعجزه وحصره وعيا وتسهل لنا من صالح الأعمال ما عز ذراه وتعم جمعنا هذا من خزائن منحك السنية برحمة ومغفرة وتديم عمن سواك غنى اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما ومزيا ولكل راج ما أمله فيك رجا وقد سألناك راجين مواهبك اللدنية فحقق لنا ما منك رجونا اللهم آمن الرعاة وأصلح الرعاة والرعية وأعظم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذا اليوم وأجراه اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة رخية واسقنا غيثا يا عم سياب سيبه السبسب غربا واغفر لناسج هذه البرود المحبرة المولدية سيدنا جعفر من إلى البرزنجي نسبته ومنتماه وحق له الفوز بقربك والرجاء والأمنية
واجعلنا على المقربين مقيله وسكناه واستر له عيبه وعجزه وحصره وعياه وكاتبها وقاريها ومن أصاخ إليها سمعه وأصلاه. اللهم صل وسلم على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه. ما شنفت الآذان من وصفه الدري بأقراط جوهرية وتحلت صدور المحافل المنيفة بعقود حلاه. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا مولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله جزاكم الله خير. طبعا فاتحة وباباك الحبيب يختمش جلسة إن شاء الله تعالى. كما تلوسيما كنا واتو نرغزيتو ومتوسيا دوا شيخ حسن شعبان متوى كونغو شريف أحمد حسين كتوكا UK لندن نا واتا مقوان بمتوسيا دوا وانا حجزا وانا وغونجوا ولوكوفا شريف طاها مونغو سبحانه وتعالى في عافية شيخ ذاتو الفريق والتنقلين في الحقي بكاريبونا الحبيب أحمد الشهور نجيني حبابا ياكي سيد عبدالله الوريف مفريقي جانا الله سبحانه وتعالى تقبلنا يه إن شاء الله كتك wote ambao kwamba wametuhusia katika dua za kila hali inshallah Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakabali dua kama hizo tuomba Fatiha kwa Habib pamoja baada hapo inshallah Ta'ala tuweze kupata kalima ya shukrani kutoka kwa Dr. Yaqub mwenyewe ama kwa Dr. Adnan atakayekuwa wataangalia wao wenyewe wanafunzi wa Habib wakubwa ambao kama tutoka kalima ya shukrani kwa wote inshallah Ta'ala kwanza kwa Fatiha kwa Habib. Kwanza alhamdulillah namshukuru Dr. Yaqub na aliandika katika maneno ya taratibu zake na kwa maisha mashehe zake aliosoma kwake. Mungu akubariki nyote pamoja inshallah taala. Inna Allah bi niyati al-qabul wa tamam kulli rasul wa salah shan zahiran wa batinan wa taysir kulli asir wal lutfi ma jarbi magadir wal faraj al-alamin al-shifa wa dafa bala ya rab al-alamin ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي كروبنا ويقضي حوائجنا جميعا يا الله. وان الله يغفر لمن توت سيد حبيب مشهور والحبايب كلهم ان شاء الله وكل المسلمين والمسلمات والدينا والديكم مشايخنا ومشايخكم اجمعين. ان الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنه ويحفظ علينا وعليكم الاسلام والايمان ويتوفانا عليهما مع لطف وعافيه على هذه النيه وكل نيه صالحه والى حضره النبي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه الحمد لله رب العالمين. سيدي سيد أحمد يوبو نسيسي وهيوبو يومبي وهيوبو بن فاتنة أحمد Ayupo kwenye line. Yeye ndo kazi yake, ndo alobakiwa mwisho naye. Mimi alafu Said Hassan. Kama yuko tumkusudia katika nia inshallah Subhana. Said Hassan. Lahdali. Mwambie apige fata basangala. Nasikia hali yake si nzuri na maskini. Ayupo hazir habibi. Allah yubarik inshallah ala niyatuna nasikia hadi sikio nzuri inshallah na yeye pamoja na Alhabib Omar inshallah wote Mungu atashifa inshallah amin amin alhamdulillah Habib Omar leo alhamis asubuhi kwenye msikitini dar Mustafa alhamdulillah jamaa na msoma kama adaya sura alhamis ile takhtim msoma ile sura kama alada yani mashaallah alhamdulillah washarakallah na الفصول ومسومة حضورية لي وحضورية ناقص ليش الفجير
الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله كاثريك انا دوياكي مسكينه انا حكي كاثريك قال لك باباك انا دوكاكي انا الحمد لله رب العالمين نعم عالم فاضل ابي هكذا هكذا نسبتي الى المختار كنا جماعه مmoja mmona hapo unasijui kwa dar mustafa na sijui jina lake limona kwenye juzi katika ile waliofanya jamaa Mombasa na semeona sura yake hapo nilifurahi kama jina lake na kana wasiliana naye ana ndevu na masharubu sijui jina lake nani Allah yahfadhi Sheikh Yusuf Sheikh Yusuf nimeona mmona mara mbili tatu katokea kwenye picha Sheikh Yusuf kama kiongoza juzi Salamu alaykum sayyidina mawlana habibina kaif halukum نعم خاصة ليه بارك الله فيكم الحمد لله ما شاء الله بارك فيكم إن شاء الله يفتح عليكم كل خير إن شاء الله نظراتكم نحتاجها أكثر من كلماتنا اسمكم كل كريم الله يبارك فيكم اسمي يوسف بن عبد الله النوفلي يوسف بن عبد الله النوفلي النوفلي ما شاء الله الله يبارك فيكم من مباسة أنت نعم من مباسة عايش مقيم في لندن حاليا مصطفى كتامبو يعني تقريبا كتك 1998 1999 to مصطفى يعني يكون جوزي من كيف بوقف ونكون بهم فني درس مسومي في الفقه ايه شكرا مصطفى ان شاء الله هذا الانطان ان شاء الله رسالة الجامعة قولوا تقوص جاليوك وحضريك تمزلنا وليد مران ان شاء الله نهي ولطوة هذا منهج منهاج القويم على مقدمة الحضرمية تتصوم تتصوم قوات تتسفيدي شانا ويكي وقات مشاة سيكو معروف متويكا وقات ولو مشاة لكن هو ندوم ينطوش نايكي وكلا سيكو متقونا نيومبا متموجة يتوقع وزوري مالك بسي مكالفيش متموجة فكينا نكون حضواكي ونكون حيب ليو نيومبا فلاني كاش نيومبا فلاني leo na kama mimi siwezi kwangu tuneni kwa fulani namna hii mimi mnazungusha baraka Allah fikum inshallah dawa fanya barakatihim wahdina alhusna bi hurmatihim wa amitna fi taridatihim wal muafati min alfitan alhamdulillah rabbil alamin inshallah dr yaqub inshallah tukua nafasi hii washukuru mimi naona mashallah sheikh yusuf ashatambuliwa mashallah mungu amjaze khairi astaghfirullah mustafa hapa mashallah sayyid umar ahdal سيد ابراهيم علي القديم انا قلت ان بقى بابا كنا استاذ نزار ان بقى سيد عدروس محسن ما شاء الله سيد عمر قال ابو نمي وقلت ان بقى بمحضوريه كتك اخواتي بي ان شاء الله موقع جزا خير السيد شيخ دكتور يعقوب بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته قبل كنت كلمه الشكر نبدا كمومبا الحبيب نعم دكتور الو نعم نعم اسكيت نعم نعم الحبيب اتوبي اجازه كما vile alivopokea kwa alhabib ahmed mashhur na alhabib umar bin sumait nasi tupate mafungamano ya hawa maqtab waliotangulia na tuwe katika dhauri yao na tuwe katika hizbi yao ya rab مرحبا الحبيب يا مرحبا ان شاء الله تعالى نكوبين اجازه وكل ما يقربكم الى الله كل عمل يقربكم الى الله امين كل عمل يقربكم الى الله كما اجازني فيها الحبيب ومولاي وسيدي ومعتمدي الحبيب عمر بن احمد بن بكر بن سميت وخاصه في الصباح يا لطيف 129 وربي اشرح لي صدري ويسر لي امري 100 مره كل يوم ما شاء الله قبل الاجازه كل عمل يقربكم من الله فاجزتكم في مسلك القريب وفي كل شيء كل ما يقربكم من الله مثل ما اجازنا حبيب عمر اجزتكم جميعا ان شاء الله وهو كما اجازوه سلف صالحين كثير منهم بارك الله فيكم قبلنا الإجازة قبلنا الإجازة سيد محمد تواندكي يزو
ملاحظات ان شاء الله يجي اجازات ان شاء الله. مرحبا مسامة يا لطيف مرة 129 صبوي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري مرة 100 موجة ان شاء الله. شكرا سيد حمزة من عندك ما شاء الله. الحمد لله. بارك الله فيك سيدي وحبيبي. انا hivi sasa napenda kutoa shukrani za dhati kwa wote waliohudhuria kwa kutupambia jalsa kama hii, na naomba isiwe ndio mwisho, iwe kila mwaka, kila mwezi, kila siku Mwenyezi Mungu atufungamanishe na hawa waja wema na tujalie sisi katika waja wema, na isiwe ni mwisho, atufishe katika kauli ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kwa haya machache napenda kutoa shukrani za dhati na walafu minkum wa jazakumullah khairan. Marhaba inshallah. Inshallah poleni kwa taksiri yote katika network katika nini inshallah hali mambo ya sisi ni watu wa risala kama Sheikh Yusuf si watu wa IT kwa hivyo ukitokea aina taksir inshallah mtatakabu mfunge funge mata inshallah inshallah Mwenyezi Mungu atupatie risala bi maana wa hisan inshallah amin inshallah shukran Allah ahsantum jazakumullah khair tabaruku sijui mtupangia nini kama ni mpesa Ijazah akbar minni inshallah. Ijazah mepaya ijazah tabaruku tosha inshallah. Ijazah itu pao tabaruku tosha. Asante. Allah jamaa inshallah ruksa wa kina beta tok inshallah ni ruksa. Inshallah. Shukran jazakumullah khair.